أهلا بكم مشاهدينا وتغطية جديدة من النيل مباشر نستعرض خلالها أهم الملفات على الساحة. وفيها مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. والجامعة العربية تؤكد ضرورة التحرك جديا لدعم الصومال في مواجهة موجة الجفاف وضمان عدم تكرار مجاعة 2011. وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. يستهدف مشروع القانون بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فعالية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات، وكذلك للحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة. والمزيد من المتابعة تنضم إلينا هاتفيا من القاهرة الأستاذة ريهام سعيد رئيسة قسم البرلمان بموقع بصراحة الإخباري. أهلا بك أستاذة ريهام. أهلا بحضرتك يا فندم وكل السادة المشاهدين. يعني بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، يعني تعليقك على أهمية هذه الموافقة ومردودها في مجال منع الممارسات الاحتكارية؟ بالفعل مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صدر في القانون رقم 3 لسنة 2005 واللي وافق عليه مجلس النواب النهارده بيمثل أهمية كبيرة، خاصة في ظل تحرك الدولة المصرية نحو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اللي بتضر بالاقتصاد المصري، وكمان بيؤكد رغبة القيادة السياسية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية عن طريق خلق سوق اقتصادي قائم على أسس من الوضوح والشفافية والواضحة. كمان التعديلات المقدمة من الحكومة بتعتمد على وضع محددات وضوابط جديدة خاصة بالرقابة المسبقة على عمليات التركزات الاقتصادية لمنع أي ممارسات احتكارية بتضر بفرص التنافس في السوق المصري، وده كمان ما تضمنته الاستراتيجية اللي وضعتها الدولة وجهودها في النهوض بالاقتصاد المصري خلال الفترة اللي فاتت ورفع قدراته التنافسية. كمان مشروع القانون بيضمن الحياد التنافسي من الركائز الأساسية لنجاح أي اقتصاد لأي دولة، يعني تسعى للنهوض باقتصادها في أي دولة في العالم، وبيمثل برضو من أهم الشروط الأساسية لجذب الاستثمارات في أي دولة. كمان التعديلات اللي طرحت من خلال مشروع القانون اللي تقدمت به الحكومة بتسعى لتحقيق الغرض وهو حماية المستهلك والمواطن، وهو ده الهدف الأول والرئيسي، هو حماية المواطن والمستهلك من الضغوط الاحتكارية اللي بيمارسها بعض التجار أو بعض العملاء في السوق المصرية، عن طريق توفير بدائل سلعية وخدمية ويكون له طبعا حرية اتخاذ قراراته بنفسه طبقا لاحتياجاته ما دام كل حاجة متوفرة. وزي ما قلت لحضرتك ان القانون في الاول وفي النهايه بيهدف للقضاء على الممارسات الاحتكاريه ومنعها منعا تاما في القانون. تمام، يعني شاهدنا بالفعل في الفترة الأخيرة ممارسات احتكارية من جانب بعض التجار الجشعين باحتكار بعض السلع ذات الأهمية للمواطنين، يعني خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية. أهمية هذا القانون في هذا التوقيت لوضع النهاية لجشع التجار؟
بالفعل طبعا القانون يعني ان شاء الله بنامل انه يكون بدايه النهايه وحجر اساس للقضاء على جشع التجار، خصوصا ان هم بيستغلوا بعض الازمات العالميه زي الازمه الروسيه الاوكرانيه اللي القت بظلالها على كل اقتصادات العالم وخاصه الاقتصاد المصري، يعني لم يكن بمنأى عن هذه التاثيرات السلبيه. وزي ما حضرتك ذكرت بالفعل ان بعض التجار بيستغلوا ده في ان هم بيمارسوا ممارسات احتكاريه على السوق، وبيستغلوا ده ايضا في رفع اسعار بعض السلع. والقانون كمان بيضمن يعني حمايه المنافسه وانه بيحمي المواطن في الاساس الاول من الممارسات الاحتكاريه اللي بيمارسها بعض التجار في الاسواق. تمام. طيب انعكاسات هذا القانون على تهيئه المناخ الجاذب للاستثمارات الخارجيه والعربيه والمحليه ايضا؟ طبعا طبعا القانون هيكون له دور كبير جدا في جذب الاستثمارات المحليه والاجنبيه، لانه هيساهم بشكل كبير جدا في ضبط السوق المصري، وكمان بيضمن الزام التركيز الاقتصادي بعدم التمييز في الاتفاقات او التعاقدات ايا كان نوعها، مع ان هي تتشابه مع مركزات موجوده بالفعل، فده بيدي يعني بيضفي روح من التنافسيه والشفافيه في السوق المصري. هتكون متوفره، اعتقد ان هي ممكن ما تكونش متوفره في بعض الاسواق في المنطقه، مما يجعل السوق المصري يعني اكثر جذبا للاستثمارات عن غيره في المنطقه. تمام. كيف يعزز هذا القانون الرقابة على عمليات التركز الاقتصادي؟ القانون الحقيقة وضع يعني سقف لا يجاوز 100,000 جنيه رسوم يستحقها الجهاز مقابل خدمات تحت التركيزات الاقتصادية، والقانون هدفه الأول والأساسي إن هو بيمنع التركز الاقتصادي ان انت يعني كشركه او ككيان معين انت ما تحتكرش سلعه معينه سواء بالانتاج او بالتداول في الاسواق. ويعني الرسم ده يعني هيحد من الممارسات الاحتكاريه في السوق. تمام. اخيرا استاذه ريهام، العقوبات التي وضعها القانون لمن يمارس عمليات احتكاريه او يعني يؤثر على حريه المنافسه بشكل سلبي في الاسواق؟ مش سامع حضرتك يا فندم. عقوبات القانون للمخالفين. الو استاذه ريهام، تسمعيني بوضوح؟ الو استاذه ريهام. طب يعني يبدو ان هناك مشكله في التواصل مع ضيفتنا. عموما اشكرها الاستاذه ريهام سعيد، رئيس قسم البرلمان بموقع بصراحه الاخباري. والى ملفنا الثاني في هذه الساعه، حيث قال الامين العام للجامعه العربيه احمد ابو الغيط ان دعوه الجامعه لدعم الصومال في مواجهه ازمه الجفاف نابعه من قلق عميق يعتري الوطن العربي والمجتمع الدولي بمحنة الشعب الصومالي في ظل أزمة الجفاف وعدم هطول الأمطار لخمسة مواسم متتالية. كما أكد أبو الغيط على ضرورة التحرك بالشكل المطلوب لضمان عدم تكرار المجاعة التي وقعت عام 2011، مضيفا أن الإحصاءات تشير إلى أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في ظروف ما قبل المجاعة قد زاد بنسبة 5 أضعاف منذ بداية العام. جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين الجامعة العربية والأمم المتحدة على مستوى كبار المسؤولين لدعم الصومال في مواجهة موجة الجفاف. وقد وصف تقرير صادر عن الأمم المتحدة أزمة ندرة المياه التي تشهدها الصومال حاليا بأنها حالة جفاف تاريخية ونموذج صارخ لتأثير التغيرات المناخية في العالم. في هذه الصحراء القاحلة لم يتبقى سوى رائحة الموت التي تفوح من كل مكان، مع جفاف النباتات والأعشاب التي كانت في يوم ما تمثل مصدر الغذاء الوحيد لهذا الحيوان الميت. تقرير صادر عن شبكة معلومات الإغاثة الإنسانية التابع للأمم المتحدة وصف حالة ندرة المياه التي تشهدها الصومال حاليا بأنها حالة جفاف تاريخية، واعتبرها نموذجا صارخا لتأثير التغيرات المناخية في العالم على إحدى دوله النامية التي اجتمعت عليها ويلات التغير المناخي والصراعات المسلحة في وقت واحد. التقرير أشار إلى أن الجفاف والصراع على موارد المياه بات أحد الأسباب الرئيسية للصراعات المسلحة في الصومال، والتي كان آخرها الصراع المسلح الذي نشب في منطقة جلمودو الصومالية في أغسطس الماضي. التقرير حذر كذلك من أن هذا الحادث لم يكن الأول من نوعه،
وأكد قلق الأمم المتحدة من أن يصير القتال على المياه أمرا معتادا إذا لم يسرع العالم إلى مد يد العون لحكومة الصومال لمساعدتها في التغلب على آثار التغيرات المناخية. وأوضح التقرير أن الصومال دخلت عام جفافها الخامس، وأن شح الأمطار أجبر ملايين المواطنين على النزوح من مناطق سكناهم، كما دمر شح الأمطار عمليات الرعي وإنتاج الألبان وصناعة اللحوم. وبات نحو 15 مليون صومالي على الأقل يواجهون مشكلات في الحصول على الغذاء، فيما أصبح 300 ألف صومالي مهددين بالمجاعة في إقليم باي الأشد جفافاً. وارتفع عدد الصوماليين المتضررين من الجفاف من 3.2 مليون في ديسمبر 2021 إلى 7.8 مليون في أغسطس 2022. كذلك ارتفع عدد المشردين والنازحين عن مواطن سكنهم الأصلية داخل الصومال بسبب الجفاف وضيق العيش إلى 1,170,000 خلال الفترة من يناير 2022 حتى نهاية سبتمبر الماضي. ولمزيد من التحليل والمتابعة حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة الأستاذ رامي زهدي خبير الشؤون الأفريقية. أهلا بك أستاذ رامي. أهلا بك يا فندم. يعني في ظل أزمة الجفاف التي يعاني منها الصومال، أهمية الاجتماع المشترك في هذا التوقيت بين الجامعة العربية والأمم المتحدة في القاهرة لدعم الصومال في مواجهة هذه الأزمة. الحقيقة الوضع الإنساني في الصومال للعام الخامس على التوالي تستمر موجات الجفاف وموجات نزوح المواطنين اللي بيتجاوزوا أكثر من مليون مواطن بيسيبوا أماكنهم بحثا عن الغذاء الآمن أو يعني مبادئ الحياة البسيطة وتوفر الماء اللي بيحظى بندرة غير طبيعية. وضع إنساني صعب بيحتاج في التوقيت الحالي تنسيق العمل والتضافر ما بين المؤسسات الدولية والإقليمية. علشان كده كان الاجتماع النهاردة ما بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة لإيجاد حلول عاجلة على المدى السريع، أملا في إنقاذ أو حل الأزمة الإنسانية، وإيجاد حلول على المدى المتوسط والطويل حتى لا تتكرر مثل هذه الأزمة في السنوات القادمة. تمام. يعني بعد أن وصل عدد المتضررين من الجفاف في الصومال لنحو 7.8 مليون شخص، كيف ترى الأهداف المتوقعة من هذا الاجتماع؟ الدعم العاجل في شكل منح ومساعدات لوجستية وخبرات بشكل سريع جدا. الحقيقة كمان خطورة الأمر بأن يعني ازدياد حالات الجفاف أدى إلى ظهور أوبئة وأمراض وكوليرا وتنامي عمل الجماعات الإرهابية التي تجد في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة فرصة لتجنيد مزيدا من الشباب الصومالي وتحويلهم لآليات للإرهاب. وبالتالي الخطورة تكمن في أن أمن واستقرار المنطقة مرتبط وبشدة بأمن واستقرار الغذاء ووجود الماء. الصومال تحتاج الآن دعم في مجال الثروة الحيوانية والثروة الزراعية وإيجاد سريع لمصدر ماء أو مصادر ماء تحل أزمة الشح الرهيبة الموجودة. تمام. ما يتعلق بسبل دعم المجتمع الدولي للصومال خاصة بعد قمة المناخ وفي إطار ما تقدمه الدول الصناعية للدول الفقيرة من تعويضات بسبب أثار التغير المناخي؟ نحن الآن أمام حالة واضحة جدا من الأثار السيئة للتغيرات المناخية تعانيها دولة مثل الصومال، وبالتالي على المجتمع الدولي أن يفي بتعهداته تجاه الدول التي تعاني من أزمات مناخية تؤدي إلى أزمات اقتصادية ومجتمعية. أفترض بأن دول عديدة في المنطقة وفي العالم عليها أن تفي بما تعهدت به، والبداية مع دولة مثل الصومال. الآن الوضع إنساني يؤثر على حياة مواطنين، إذا هذه أسوأ ظاهرة أو أسوأ نتاج للتغيرات المناخية السيئة على العالم. نعم. أيضا المساعدات العربية للصومال يعني كيف تراها هامة وملحة في هذا التوقيت؟ الصومال دولة عربية يعني هامة في محيطها العربي، وأفترض بأن الدول العربية لن تتخلى أبدا عن الصومال. بقي أنه يجب أن يتم تركيز الجهود والإسراع لأن الموقف لا يحتمل مزيدا من الإبطاء. أفترض بأن جامعة الدول العربية أو الدول العربية تستطيع أن تحتضن الصومال في أزمتها حتى تعبر منها بسلام. نعم. ما يتعلق أيضا بالأطفال الذين يعانون من سوء التغذية ويتعرضون لمخاطر الموت ضمن السكان الذين يعانون بشكل عام من أزمة الجفاف، أهمية دور منظمات الإغاثة الإنسانية في هذا التوقيت؟
يعني الإدراك الجيد للأزمة في الصومال يعني بأن أكثر المتضررين من المواطنين الصوماليين هم فئة الأطفال الصغار والمرأة والمرأة المعيلة أو الحامل، وبالتالي منظمات الإغاثة عليها أن يعني تعمل وبجد وبشكل سريع لتدارك الموقف والتركيز على الفئات الأكثر ضعفا أو الأكثر تأثيرا بهذه الأزمة. بالإضافة إلى الجفاف والفقر بالطبع هناك خطر الإرهاب، يعني ثالوث يحيط بالصومال جفاف وفقر وإرهاب ويهدد مستقبله. بعد التطورات الأخيرة فيما يتعلق بمقاتلي حركة الشباب والصراع على الموارد الشحيحة في الصومال، كيف ترى ضرورة تدخل الاتحاد الإفريقي لمواجهة الإرهاب هناك؟ يعني رغم جهود الحكومة الصومالية الجديدة والرئيس الصومالي الجديد في محاولة مواجهة الإرهاب، إلا أن ما زال الأمر كرا وفرا ما بين جماعة الشباب الصومالية الإرهابية وبين الحكومة المركزية في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية، يعني طالما توفرت ظروف اقتصادية سيئة كلما ذلك كان بيئة خصبة لتنامي الأعمال الإرهابية. الاتحاد الإفريقي كمؤسسة إفريقية هي في الأساس المعنية بإحلال الأمن والسلم في هذه المنطقة، عليه أن يقدم مزيدا من الدعم اللوجستي ونقل الخبرات والمالي أيضا لدعم الحكومة الصومالية في مواجهة الجماعات الإرهابية. نعم، هناك من يقول أنه حل الأزمة في الصومال لا يتوقف عند مجرد مساعدات، لكن ضرورة إيجاد نوع من الاستثمار وإعادة الإعمار في الصومال، مدى تأييدك لهذا الرأي؟ بالتأكيد، ولكن ما نحتاجه الآن إعانات عاجلة لإنقاذ الموقف، لكن على المدى المتوسط والطويل تحتاج الصومال إلى إدارة جيدة، لأن الصومال دولة ليست فقيرة مثلما يعني يشاع عنها دائما، هي دولة متوسطة المستوى، توجد عندها خيرات وتوجد عندها إمكانيات يمكن استغلالها بشكل جيد، ولكن الأزمة في الصومال على الأغلب كانت أزمة سياسية وأزمة أمنية وأزمة إدارة لشؤون الدولة. أفترض بأن استقرار الدولة ووجود حكومة قوية ووجود تراجع لي أو دعم للحكومة في مواجهة الإرهاب يساهم كثيرا في حل المشكلة مستقبلا. نعم، بلغة الأرقام يعني الأزمة في الصومال تحتاج إلى تمويل قدره 2.7 مليار دولار، تم بالفعل توفير نحو 65% منها فقط. أهمية دور البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية ومنظمة الفاو في سد العجز أو المتبقي في هذا التمويل؟ الإسراع باستكمال ما تبقى أو الفجوة التمويلية، وأيضا نقل الخبرات للسيطرة أو تحسين استخدام هذه الأموال حتى لا تتعرض هذه الأموال لسوء الاستخدام أو لحالات الفساد، لأن الأموال يجب أن تستخدم فيما خصصت إليه، وبالتالي يجب مراجعة الموقف الحالي، ما تم منحه وكيف صرف وما تبقى، والإسراع أو وضع جداول زمنية لسرعة تسليمه أو توصيله لمستحقيه في الدولة الصومالية. نعم، أيضا بيتبقى دور المنظمات الدولية والإقليمية المحلية أيضا في هذه الأزمة، كيف ترى هذا الدور؟ الجميع يجب أن يتشارك في حل أزمة إنسانية بهذه الدرجة من السوء، والأمر ليس متعلق فقط بالإنسانية ولكنه أيضا سياسيا واستراتيجيا واقتصاديا وأمنيا، الجميع يجب أن يبحث عن عالم آمن مستقر يعيش فيه الجميع بسلام، لأن السلام ينعكس على الجميع والعكس صحيح. نعم، أشكرك أستاذ رامي زهدي خبير الشؤون الإفريقية. ومشاهدينا بذلك وصلنا إلى نهاية هذه الساعة التحليلية المباشر، أشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.